كاين ديال في القروي معنا داك كيعتبر وسط قروي. هي في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتسهيل من الإناث والنقص المدرسي النقص السترسين. طبعا هذا السترسين لأن يعني الحقيقة كان أرجوه جديد اللبيب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين داخل وادي الذهب. احنا اليوم أعطينا الانطلاقة الرسمية بمدرسة ابن زهر الابتدائية، وطبعا هذه الانطلاقة تحت الشعار اللي دارته جميع المؤسسات التعليمية وهي من أجل مدرسة مواطنة دامجة. وطبعا في هذا الموسم الدراسي يعني يتم التركيز ونركز كثيرا على المشاريع الملتزم بها أمام جلالة الملك محمد السادس نصر الله. يعني من أهم هذه المشاريع هو تعميم وتطوير التعليم الأولي، وفي إطار التعميم يعني بنينا عدة حجرات، أهلنا مجموعة من الحجرات، أهلنا المبادرة الوطنية للتنمية أيضا حتى هي مجموعة من الحجرات، وكذلك عقدنا شراكات مع المجالس المنتخبة مع الجهة ومع المجلس الإقليمي ومع المجلس البلدي لدعم هذا التعليم الأولي واقتناء الأدوات واللعب والوسائل الديداكتيكية الممكن اللي كتساعد هذا الأطفال على الاندماج في الأوساط مع الأطفال وتعلمهم الاستقلالية وغير ذلك. كذلك من بين المشاريع، أما بالنسبة للتطوير هذا التعميم، أما بالنسبة للتطوير فطبعا الأكاديمية تحتزم القيام بمجموعة من التكوينات لفائدة المربيات، وذلك طبعا حول المنهاج وكذلك حول المقررات اللي يعني صدرت من الوزارة. كذلك بالنسبة للمشروع الثاني اللي هو يعني واحد التربية الدامجة، وهذا طبعا يكرس ويكرر ويؤكد على حق أي طفل عنده يعني إعاقة ولا ذوي الحيثيات الخاصة عنده الحق باش يتمدرس. وطبعا حنا كأكاديمية درنا لجنة جهوية اللي غادي تشرف على هذا الشيء واللي غتكون إن شاء الله مصلحة في الأكاديمية وسيكون مكاتب في المديريات الإقليمية، والمديريات الإقليمية ستشرع في تشخيص الحالات وطبعا والقيام بمجموعة من الحملات التحسيسية باش يعرفوا الآباء والأمهات والأطفال والمجتمع كامل على أن كاين هناك التفاتة خاصة لهذ الأطفال هذو في هذه السنة، واللي غادي يعاوننا أكثر هو الحافلة وسيلة النقل اللي غادي تجيبها لنا اللي غتسلم لنا الجهة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا كي أيضا من البرامج أيضا هو الدعم الاجتماعي، وهذا الدعم الاجتماعي كيتبلور كيتجلى في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي طبعا كتعرفوا بأن السنة الأولى كتستافد من الكتب المدرسية والمحافظ، والسنوات الأخرى والسنوات الأخرى الابتدائية من الأدوات المدرسية، ولكن عندنا واحد الشراكة مع الجهة اللي إن شاء الله ستوفر يعني محافظ للأطفال اللي ما حصلوش على المحافظ في المبادرة وحسب برنامج المبادرة. هناك ايضا نقل مدرسي وغادي نعمل ان شاء الله غادي تخدم عندنا الحافله ديال النقل ديال العرقوب ان شاء الله لفائده ديك 66 تلميذ من 33 تلميذ في العرقوب. بالنسبه للاطعام المدرسي كيستافد منه 100% من الاطفال ديال الوسط القروي، ولا قلنا الوسط القروي معناها اوسرت كامله والعرقوب وتورطه. اذا كذلك بالاضافه الى هاد البرامج، هناك طبعا التزامات الاكاديميه والعمل ديالها في تاهيل المؤسسات وتكوين مستمر للأساتذة، يعني سد الخصائص من في المكاين، وأيضا العمل على التوازن بين المؤسسة التعليمية فيما يخص أعداد التلاميذ اللي ممكن طبعا توازنه، واللي عرف هذا الموسم هذا عرف فتح مدرسة النهضة جديدة وكذلك إعدادية المنار اللي يعني كانت تخاو منها الفك الاكتظاظ عن على ثانوية الفارابي الإعدادية. وطبعا وكل شيء هادشي إن شاء الله يعني بغية باش يكون واحد الدخول مدرسي متميز وناجح والأطفال كلهم يلتحقوا في الأوقات المناسبة في الأوقات ديالهم، وكذلك الأساتذة والأطر الإدارية والتربوية وغيرها. بالنسبة للمؤسسات السيد الولي عندكم كان الميزانية اللي رسمت في المعهد الشيخ مبارك الزروب إطار قسم العمل الاجتماعي بالولاية. نحن اليوم في إطار توزيع ديال برنامج اللي هو مليون محفظة، واللي استفادت منه على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب 22 مدرسة منها مدرستين في العالم القروي، وهذه العملية شملت جميع المدارس اللي في الجهة واللي بلغ عدد التلاميذ المستفيدين 12817. طبيعة الحال مازالوا بعض المقررات اللي هي مازالوا في طور
طبع، واللي ان شاء الله حين توصلوا بهم سوف يتم توزيع ديالها. يلا توصل.